ايه عرفتوها؟ ايه لك ايه والله لك هي الممثله لك هي ميديا مو ميديا والله ميديا والله حلوه بس يا حرام طالع لها انف بنص الشمس ايه ايه والله انفها بالشارع لك 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 انفها طالع مثل ناطحة سحاب لك لك انفها لا هي احلى لا قبل كان هذا كله مكياج هذا ميديا انسي ميديا انسي ميديا انا كثير معجب بتمثيلك ما بتصدقي قديش معجب فيكي وبحمل صورتك معي وين ما كان بس لو سمحتي فيكي توقعي لي عليها اذا بتريدي شو هاد يا محمد على هالانف يبعت لك حمى شو غليظ لك شو بيلبق لكم شو بتفهموا بالجمال رين شوي شوفي هاي انسي ميديا مو ستيري لا انسي ميديا مو انتي الفنانه مدام ميديا ايه انا الفنان الانسي ميديا لك شفتي قلت لك انه هي انسي نحن كثير بنحبك وبنحب تمثيلك اكيد اكيد ممكن تصور معي ايه بس بسرعه لانه عندي تصوير يلا يلا صوري شكرا يلا باي شكرا ارجيني يا عمى لك شوفي شو هاد انفه مثل انف بينوكيو لك والله بدي اقربي منك لإلك الحق علي انا ميديا اني تصورت معكم امشي امشي بدي بعدها بلوتوز لكل الناس ليكي على الانف مرحبا اهلين وسهلين بنور العين تفضلي بركي ادري لقمية السلامة بنجمتنا الكبيرة ميديا لقمية اهلا وسهلا ايش بتحبي يا ضيفك شاي قهوة اسكب لك صحن مامونية انت المنتج لأنه حكوا معي من شركة من هون وقالوا لي أنه في دور إلي طبعاً طبعاً أنا المنتج يملك دور بيفلج علي الحلال علي الحلال ما تدرى خالته فريدة إنه أنا عندي مسلسل وما عطيتك فيه دور البطولة والله لا تزعل مني ميكي وتقلي يبعت لك حتفة في نص وجهك يا قدري شكراً كتير 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 والله ما بعرف قليلي بقى جاهزة للنجومية؟ جاهزة مستعدة للانطلاق؟ مستعدة ايه بس مو قبل ما تشيليلي هالمنخار اللي في نص وجهك عامل مثل البطاطاية ايه اكل نص وجهك ايه مثل ما عم بقلك بدي اخدك لعند واحد دكتور صاحبي يجرم لك يا جرم لا ما بدي مثل ما بقلك لا ما بدي بدي امشي معي ما بدي ما بدي ما بدي اتركني 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 مالي مدشرك مالي تركك مالي مدشرك امشي معي مينو ميديا ميديا في ايه صارت الدنيا ظهر مدوشه قومي اليوم دورك بحط الاكل قومي الحمد لله الحمد لله عن جد الحمد لله هاد مبسوطة انه اليوم دوري؟ طيب ليش رجعتي نمتي قومي؟ لك ميديا فرطت من الجوع طيب ليكي رح نتفق اتفاق رح قوم انا حط الابريق على النار بتكوني انتي لحقتيني ماشي؟ معقولة انت كبير؟ ايه لا ميدو ليش ما ودعتيها للبنت؟ خلص بعدك بس تجي بستقبلها بس بدي افهم يعني انت ليش هيك كل الأد ملتقمة فيها؟ يعني ما بدك كل الأد؟ اوف 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 ايه مالي ملتقمة بعدين هي وين مسافرة على المريخ؟ ليك ضيعتها شلفت حجار نور طلع فيني منيح هلا انا انفي كبير شي بصراحه ما بزعل بصراحه كثير كبير كثير كثير يعني قد البطاطايه شو نور يا ربي معقول انا قررت اعمل عمليه تجميل لانفي بتعرفوا شو دكتور شاطر عن جد ميديا شبك انتي؟ كل مرة بتطلعي بفنة جديدة؟
يعني شي بدك تتجوزي وهلا تجميل والله بيعلم بكره بتطلعي بشي تاني. حبيبتي ما رح يطلع معي شي، بس انا هلا صرت متاكده انه انفي هو اللي واقف بوش مستقبلي الفني. بعدين انت بتمك قلتي انه انفي قد البطاطاي، معناتها على التصوير عم يطلع قد البطيخه، وخاصه انه الكاميرا بتكبر الملامح وبتظهر العيوب. ميدو انت مجنونه شي؟ يعني انا وقت ما كنت عم جاوبك كنت عم بمزح معك، ما فكرتك حتاخديها عن جد. على فكره اللي بده عمليه تجميل بهذا البيت هو انا، ولو بيسمحوا لي اهلي كنت فورا قصيت شعراتي وجبت بوستيجات او استعرت من عند ميديا وكل يوم طلعت بموديل، وكنت شقلت عيوني ونفخت شفايفي وعملت حواجبي تاتو وشو قصه ايه ورفعت كراسي خدودي لانه صالتين. والله شو شوفوا المجنونه الثانيه. الدنيا غنوه نغمتها حلوه، الدنيا غنوه نغمتها حلوه، وانا للوشة بحليها بحليها حزروا شو هاني طلع لنا شعر. لا قرر يا منزرع شعر كرمالك، ولا وحده من بيناتكم حزرت. لكن شو طلبوا مني اعمل لقاء بالتلفزيون ولايف. اوف لقاء على الهواء مرة واحدة؟ خير، شو المناسبة؟ المناسبة انه بدهم يعملوا معي لقاء ببرنامج هذا احلى ستايل ما غيره يلي مذيعته بتفلج. قال بدهم يعملوا معي لقاء من شان شو؟ قالت لي ايه مشان موت الربيع، كوني انا عارض ازياء معروفة. حلو كتير، يعني رح نشوفك هالتلفزيون؟ ايه معلوم طبعا، بس اهم شي اليوم انه نام بكير لحتى هيك حس وشي كتير فريش ومنعنش ومفرفش بكره. ايه هالزورة، انتي متأكدة انه شاطر؟ مين حكى لك عنه؟ طيب خلي ابو راكان يتاكد لك اكثر. حبيبتي قومي افطري، الفطور جاهز. عم بحكي تليفون مهم، بعدين هلا هزار صارت مهمه. هزار عتقيه بقى بس خلص هلا بجي. الو هزوره الله يوفقك، عتقيه خليها تفطر للبنت. خلص هلا بفطر بعد شوي. ايه هزوره لك عم تمزح معك، انت بتشرفينا باي وقت. ليكي خلي ابو راكان يدور لنا دكاتره تانين ويجيب الصور معه هيك مشان نشوف النقي. ماشي حبيبتي، لا تتأخري بالجواب. يلا باي باي. لا ولا لا هيك ريت روسي انا بالبقله ولا شو ما بعرف. بكره من نقي لساتها عم تحكي؟ ايه لساتها عم تحكي، ما بعرف شو بيصير لها، كل ما بيطلع براسها شي فني بتصير صاحبة هي وزار. لا وهزار ما شاء الله ما انا مقصره فيها، بتدقق كل مقلب اقوى من الثاني، وديك مثل الهبله بترجع بتحكي معها. ايه تصطفل، بعدين خليها تعمل عمليه تجميل، بركي صارت حلوه مشان يجيها شغل. يا حبيبتي مين قال لك انه التمثيل بده جمال؟ لك التمثيل بده دعم، بده موهبه، والشغلتين ميديا ما عندها اياهم. فاذا بتعمل 100 عمليه ما حتصير ممثله. ايه بس بالجمال بيجي الدعم، وبالدعم ما في شيء ما بيصير، حتى اللي ما انا موهوبه بتصير موهوبه غصب عن الكل، روحي افتحي لي هالمحطات مثلا، شوفي لي وين هالمواهب؟ كلهم بيعرفوا. كل هالنقمة مشان اجي افطر، وليلى لساتها نايمة، ليش ما نقيتي فوق راسها؟ هيك حبيبتي انا قصدا تركتها تنام، بدي اياها ترتاح، وشها يطلع هيك رايق ومرتاح. خلاص اعتمدتي؟ ايه اعتمدت. وفكرتي منيح؟ بقيان لاقي وحدة انفى فلاجة مشان دكتور يساوي لي مثلها. طيب رح دور معك معناتها. لا 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 تدوري، يعني انت ما بتعرفي شو حاطة ببالي انا، بدي انف هيك ناعم وضيق من هون ومشقول. ايه وبركي الدكتور بدك تعملي عنده العملية ما عارف يزبط لك اياها مثل ما بدي. شو بتعملي حبيبتي؟ لكن ليش عم دور على دكتور شاطر مشان تزبط معه العملية؟ ها لقيتها؟ شو رأيك بهي؟ ورجيني طلعي فيني. ايه بيطلع حلو كثير عليكي. يا رب يا رب يقدر يضبط لك اياها ان شاء الله. هزوره يعني اكيد شاطر؟ طبعا كثير شاطر. بتعرفي بنت عمها لراميا؟ لا. بتعرفي يمبلا انت نسيانه؟ المهم عيونها كانوا سالتين كتير، شقل لها ياهن لفوق، خدود ما كان عندها كانوا مخفسين، نفخ لها ياهن، وتم ما كان فيه بالمرة، سوالها شوية تم، وكان عندها تضاريس من هون، يعني هيك كرديش كرديش، شفط لها ياهن كلهم، هلا شوفيها مثل الشلمونة،
طيب شو بدي بكل هدول؟ بدي دكتور شاطر بالأنوف. لك يا هبل، ما كله بينفذ على بعضه، كله بالجسم يعني. بس ما قلتي لي لمين التجميل، إلك؟ لا طبعا، عم اسال كرمال رفيقتي. يا حرام يا حرام يا هالزوره، شو انفه بشع، عندها عظمه طويله وعظمه قصيره وعظمه راجعه لورا. حلوه هي عظمه راجعه لورا. طيب ماشي، على كل حال انا قمت بالواجب. ابو ركان امل لي رقم هذا الدكتور، هي عنوانه وكل شيء عنه، خليها تتصل فيه وتاخذ منه موعد. بس ما تنسى تقول له انه الان سهزار بعتتني. اوكي. طيب سالتي لي اذا غالي؟ لا والله ما بعرف قديش عم ياخذ هالايام، بس اللي بعرفه انه عامل هلا عرض، يعني كل ثلاثه بغمازه. شو هي كل ثلاثه بغمازه؟ لك واضحه يا هبله، يعني كل ثلاثه انوف بغمازه فري. ايه، وانا شو استفدت؟ بقصد يعني رفيقتي شو استفادت من هذا العرض؟ منين بدها تجيب ثلاثه انوف؟ عن جد انت جدبه وعلى نياتك. لك مو ثلاثه انوف، لك هبله، هو نفسه الانف بده ثلاث عمليات ليزبط، ومعه فري غمازه. اوف، ومين هذا اللي بده يعمل ثلاث عمليات لأنفه؟ ايش الشغلة للشبع؟ لك مو للشبع، بس هو هيك الأنف ما بيزبط بعملية واحدة، بده ثلاث عمليات ليزبط. شو قصدي؟ يعني ممكن ما يزبط؟ طبعا في احتمال كتير كبير ما يزبط. هذا إذا ما اختنقت هي ونايمة، يعني بطلت تتنفس وشطست وماتت. هذا إذا ما فطس هيك وصار شكله مثل الخنزير. هذا إذا ما راح على اليمين أو راح على الشمال أو هر مثلا. خلص هزار، ما عاد بدي. ليش انت شو دخلي؟ على اساس لرفيقتك عملية تجميل. بقصد يعني، قصدي يعني زيادة معلومات. ميدو، امتى حتعملي عملية تجميل لانفك؟ ما رح اعمل، لانه حتى لو عملت ما رح يمشي الحال. اوف، ليش بقى؟ لانه حتى لو صغرته وزبطته ما رح يزبط. بتعرفي ليش؟ لانه اكتشفت انه الغلط مو بشكل انفي، الغلط بموقعه. يعني لو كان انفي يعني لتحت بشوي من موقعه هلا ودافش هيك على اليسار كان زبط، مو هيك؟